مساء الخير مجددا أعزائنا المشاهدين. في فقرة التطوع لليوم راح نلقي الضوء على أهم الأنشطة التطوعية للشباب والشابات بمناسبة العيد، وكيف من خلال العمل التطوعي يدخل البهجة في قلوب المحتاجين لها. نبدأ مع ضيفنا لهذه الفقرة الأستاذ شايق العصيمي، هو أحد مؤسسي فريق الشرقية التطوعي. يسعد لنا مساك. أسعد الله مساك. نورنا في الاستوديو أستاذ شايق. نبغى نعرف أكثر عن فريق الشرقية التطوعي، إيش عملتوا وإيش راح تعملوا؟ فريق الشرقية التطوعي أسس تقريبا قبل ما يقارب سنتين في المنطقة الشرقية، ولله الحمد وفقنا الآن لدينا ما يقارب 2000 متطوع متطوعة. عملنا في عدة مجالات مع عدة جهات خاصة أو حكومية أو حتى إن كانت تعليمية، وفقنا فيها مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب، أمارة المنطقة الشرقية، الأمانة العامة للمنطقة الشرقية، مطار الملك فهد في المنطقة الشرقية، سايتك، أرامكو السعودية، في لجنة السلامة المرورية، في عدة مشاركات. جميل. والآن لدينا مشاركة حاليا في مكة المكرمة. أيوة، أبغى أعرف عن نشاطكم في مكة المكرمة. أنتوا عندكم أول شيء قبل ما نروح لمكة، عندكم أفرع في على مستوى المملكة؟ هو نطاق فريق الشرقية على مستوى المنطقة الشرقية. أوكي. لكن موسم الحج وعيد الأضحى هو لحظة استثنائية. صحيح. تقديم المساعدات والخدمات لحجاج بيت الله. يعني فريق الشرقية جزء منه راح على مكة المكرمة في مناسك الحج عشان يساعدوا الحجاج. فعلا. قول لي إيش راح تسووا في الحج هناك؟ طبعا هناك ما يقارب 30 متطوع توجهوا لمكة المكرمة. آخر مجموعة من المتطوعين وصلوا بالأمس الساعة 1 تقريبا آخر الليل. الحملة هي عبارة عن توزيع 1000 هدية لـ1000 حاج. أوه ما شاء الله. عذرا، مليون هدية لمليون حاج. عدد أكبر. والله عدد أكبر. أي نعم، بالتنسيق مع إحدى الجهات الخاصة التي يرأسها والمشرف عليها الأستاذ راشد التميمي مدير العلاقات العامة والإعلام لقافلة الدين تسمى، بالتنسيق مع أحد الأوقاف التابعة لأحد رجالات الأعمال في المنطقة. الهدية تشمل إيش أو عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن وجبات لجميع الحجاج، ما بين عصيرات ووجبات السناكس وسوقيا لهم في عدة مناطق متوزعة ما بين منى، عرفات، المشاعر بشكل عام، وساحات الحرم. وأيضا بالأمس تم استقبال ما يقارب 167 من ذوي الإعاقة في المطار وتقديم لهم هذه الهدايا التي لا تعتبر شيئا، فضلا لما يقدمونه وما يسعون له نحو هدف يسعون للوصول إليه. جميل. طب أنتوا كيف بتختاروا الناس اللي تعطوهم الهدايا؟ على أي أساس بتختاروهم؟ هو لا يوجد يعني تفضيل ما بين فئة أو أخرى. هي الخدمة الكل لحجاج بيت الله لخدمتهم قدر المستطاع، سواء بتوجيه، سواء تقديم هذه الهدايا، سواء تقديم مساعدات إنسانية لا سمح الله تدهور صحة أحد الحجاج، أو أي توجيهات مناسبة بالتنسيق مع إحدى الجهات الأمنية المناسبة. ما شاء الله، يعطيكم العافية. والله إحنا مبسوطين يعني على هذا الجهد وندعمكم بكل يعني بكل الأشياء الممكنة. أبغى أعرف لكم مشاركات، بما إنه عيد أضحى ففي أضاحي، هل لكم علاقة بهذه الجانب؟ هو بشكل عام الأضاحي يتم تنسيقها بحيث توجيه الحجاج لمواقع الأضاحي، مواقع ذبح الأضاحي، التوجيهات أو الإجراءات الرسمية للحصول على الأضاحي أو حتى تقديم الأضحية. هذه بشكل عام بشكل مبهم توجيهات ومساعدات. طيب أنتم ما شاء الله منكم قلت لي كم عددكم الكامل اللي موجودين الآن في الآن ما يقارب 30 متطوع أو أكثر. 30 متطوع. نعم. 30 متطوع وقد كده العدد، عدد الحجاج يعني 2 مليون 3 مليون ما شاء الله. صحيح. ما أكيد حيكون عندكم ضغط، ما تحتاجوا متطوعين في هذه الفترة؟ هو التنسيق في الأساس على المواقع بحيث في جدولة معينة لأوقات معينة نكون متواجدين فيها لتقديم الخدمات المناسبة بشكل تسلسلي بالتنسيق مع مدير العلاقات العامة مثل ما ذكرت سابقا الأستاذ راشد التميمي. مدير العلاقات العامة لأي جهة؟ لجهة سعد الدين. اوكي. اي نعم. للجهة اوكي. اي نعم، الجهة المنسقة لهذا الحملة مليون حاج. طبعا هي تعتمد برضه على المهارات والكفاءات المتواجدة لدى المتطوعين في المواقع. لدى بعض المتطوعين دورة في الأسعافات الأولية بحيث مثل ما ذكرت سابقا حدوث أي ضرر صحي لأحد الحجاج ممكن نقدم المساعدات هذه كمساعدات إنسانية صحية. النقطة الأخرى اللي هي الآن المتطوعين متواجدين في منفذ
الشميسي لتقديم هذه الهدايا حاليا الان الساعه تقريبا السادسه الان متواجدين هناك. وباذن الله خلال الايام القادمه راح نكون في اكثر من موقع مثل ما ذكرت في المشاعر المقدسه وساحات الحرم الى ثاني او ثالث ايام العيد ان شاء الله. ما شاء الله. طيب شايق، انت بتشوف كثره المجموعات التطوعيه، ما في، انت ما تشوف انه من الافضل انه يكون في تنسيق بينكم وبين بعض؟ يعني في فرق تطوعيه في جده، في مكه، في الرياض، في الشرقيه، في المنطقه الجنوبيه الشماليه، كلهم بالذات في هذه الفتره وفي هذا الموسم بيجوا على مكه ومنطقه المناسك وبيقدموا خدمات، انت ما تشوف انه من الافضل يكون في تنسيق بينكم وبين بعض بدل ما يكون اعمال كده فرديه؟ هو بالتاكيد في تنسيق مع احد الفرق في من منطقه الرياض، ان ما خاب ظني فريق نوافذ التطوعي. عفوا، فريق نوافذ التطوعي. نوافذ، أيوة. هو تنسيق موجود من قبل عدة أيام. الآن تقريبا إحنا أربع جهات كفريقين تطوعين، وجهة مثل ما ذكرت اللي تابعة للأستاذ راشد التميمي، والوقف لأحد رجال الأعمال. هذا التنسيق بناء على الجدول التي وضعت من قبلهم والأوقات المناسبة اللي نتواجد بها بالساعة واليوم المناسب. طب قل لي برضو شايق، أنا عندي سؤال، دحين حجاج من مختلف أماكن العالم جايين بمختلف الثقافات بمختلف الـ يعني الخلفيات والبيئات اللي جايين يجتمعوا في هذه المناسك، وشبابنا الله يعطيهم العافية بيقوموا بالواجب وبزيادة، قل لي أبغى أعرف إيش المهارات اللي أنت تشوفها اللي هي لازم تكون موجودة في الشخص المتطوع حتى يقدر، خصوصا حتى يقدر أنه يخدم حجاج بيت الله؟ في مواصفات معينة أعتقد أنه مو زي أي أكيد في مواصفات، منها نحتاج كمتطوعين كشخص يتخذ القرار في اللحظة الحاسمة بالطريقة الصحيحة بناء على شخصية قيادية، يعني شخصية قيادية. أيضا يكون شخص ذو تواصل فعال اجتماعي، يعرف كيف تناقش مع الجمهور، مثل ما ذكرتي عدة فئات أعمار سنية مختلفة من دول مختلفة في أوقات ذروة وزحمة. صح. نحتاج أن الشخص يكون على قدر عالي من التواصل الفعال، المهارات التي لديه، بحيث أنه لا سمح الله صار أي نقطة أو توجه أو مساعدة أو تقديم أي خدمة كانت بمختلف أنواعها يكون قادر ومتمكن من هذه المهارة، لأنها هي أساس كل العمل الذي نقدمه. إن وجد التواصل بطريقة مناسبة فعالة كتواصل فعال سنوجد العمل المتميز. طيب يعطيكم العافية، وكمان الصبر، ما تتفق معايا؟ الصبر خصوصا يعني أنه قلت لك بتقابلوا يعني حجاج من جميع الجنسيات، فيحتاج الموضوع شوية صبر، صح ولا؟ صحيح، هو فعلا الصبر أحد البنود تحت ظل التواصل الفعال. إن وجد التواصل الفعال ببنودك كاملا، سواء كان حتى إن كان هناك لا سمح الله إشكالية مع أحد الحجاج، الشخص إن كان كمتطوع إن كان على صح أو خطأ بالطريقة المناسبة يستطيع أن يتعامل مع الشخص بطريقة مناسبة، بحيث أنه هذا الشخص يوجد قدره من الكلام أو الرأي الذي أوجده أو تناقش معه مع الشخص، بحيث أنه يكون التعامل سلس مبهم، لأنه بالنهاية هم جايين يأخذوا حج. صح، يتعبدوا. أي نعم، جايين للأجر، جايين لمنطقة شريفة، فاحنا نحتاج انه نعكس الصوره الايجابيه لخدمتهم وليس الصوره السلبيه. اكيد، واحنا متاكدين انكم انتم يعني حتقدموا افضل صوره طالما انه هذا الشيء جاي من تلقاء نفسكم، عمل تطوعي. يعطيكم الف عافيه. ابغى اعرف بس شايق، ايش عندكم بعد موسم الحج؟ ايش اعمال وانشطه ممكن تقدموها؟ هو ان شاء الله في تنسيق ان شاء الله مع الرئاسه العامه لرعايه الشباب بمنطقه الشرقيه وارامكو السعوديه ولجنه السلام المروريه مجموعة جهات أخرى، وأيضا كسوة العيد الآن جالسين نحضر لها إن شاء الله بتكون على أيام العيد بإذن الله. أيام العيد الحج. نعم، حتكون كبرنامج آخر أو مبادرة أخرى في المنطقة الشرقية، وبإذن الله في عدة برامج وعدة جهات على مدار تقريبا نهاية السنة في جدولة معينة بالتنسيق مع هذه الجهات لنوجد الخدمة المناسبة لجميع فئات المجتمع. طيب بيعطيكم العافية، أنتوا عددكم كلكم 20 اللي في المجموعة؟ العدد الكلي في الداتا عندنا 2000 متطوع ومتطوعة. في عدة فعاليات أو مبادرات نفذناها في المنطقة الشرقية بتواجد ما يقارب 250 متطوع ومتطوعة في 6 مناطق متوازعة بين الخبر والدمام. وأيضا منطقة الحسا. طبعا احنا لدينا كهيكلة إدارية وهيكلة تنفيذية. في إجراءات صلاحيات معتمدة لأشخاص مناسبين في المكان المناسب كقياديين لتقديم هذه الخدمات بالطريقة المناسبة باتباع الإجراءات النظامية.
طيب يعطيكم ألف عافية شايق العصيمي، عضو مؤسس في فريق الشرقية التطوعي، شكرا لك. أعزائنا المشاهدين، فقرات سيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، التأمل طاقة روحانية من بيئة الحج.